صباح الخير، كيف حالكم؟ اليوم أنا معكم زينب ومعنا سلمى ورح يكون معنا هيا. هيا رح تعمل لنا الخيار اللي هو بنقدر نعمل تمارين بالمكتب أو على الكرسي وإحنا بنحضر تلفزيون، وأنا رح أكون مع سلمى بنعملها إذا إحنا في عندنا واسع بالبيت. هلأ بنقدر شو نحتاج لليوم؟ تمارين فكفك المفاصل تاعتنا تاع الجسم كلها. نحتاج إلى مخدة إذا عندكم أو كتاب كبير، إلى كرسي عشان نستند عليه أو طاولة، بس يفضل الكرسي ما بيكون عنده أي عجال عشان نثبت بالتوازن. أول إشي بدنا نبلش بسلسلة الجبال إحنا بنسميها. رجلينا بتكون شوي بنفس عرض الحوض، أوكي؟ بنحط إيدينا على جنب، بناخذ شهيق زفير. هلأ بالشهيق بدنا نرفع إيدنا لفوق، بدنا نشبك أصابعنا مع بعض ونخلي كف الإيد بيطلع لبرا باطن الإيد. نعمل زفير، بنزل إيدينا شوي شوي. كمان مرة بناخذ شهيق، نرفع ايدينا لفوق، بنشد بزفير، بننزل شوي شوي. كمان مره شهيق، بنشد، بنطول حالنا شوي، بزفير، بننزل ايدينا شوي شوي. هلا بدنا نروح التمرين اللي بعده. هذا مجرد تحمايه للتمارين اللي رح تيجي. ناخذ شهيق، نشبك ايدينا في بعض، بزفير، بنقدر نحط ايدنا فوق راسنا اذا ما بنوصل او خلف، رح يصير هون زي هيك. رح نشد الكتاف مع بعض، بنرفع كمان مره شهيق، زفير، بننزل شوي شوي. كمان مرتين رح نعيدها. شهيق، نرفع لفوق، اطاله، زفير، بننزل. بنحاول انه نشد العضلات ونشغلها قد ما نقدر، بننزل شوي شوي. مره ثانيه، اخر مره بنعملها، نرفع شهيق وبزفير بننزل، بنشد، نرفع مرة تانية وبننزل. هلأ بدنا نحط إيدينا على فخذاتنا وبنرفع شهيق، إيدينا لفوق، وإحنا نازلين بزفير كأنه عم نضغط على إشي، بدنا نضغط بقوة. حاول نربط النفس بالحركة. شهيق، زفير، هيك عم نحرك إحنا مفصل الكتف. هاي التمارين كتير آمنة، كل حدا بيقدر يعملها، حتى اللي عنده أمراض زي ديسك، تصلب لويحي، كل إشي بيقدر يعملها. أوكي، التمرين اللي بعده هلأ بدنا نحمي الظهر لشوية آرتشينج أو تقوس إطالي. ناخد شهيق، نشبك إيدينا مرة تانية. هلأ نثني الركب، نفتح الإيدين، نعمل تقوس صغير وبنرجع. كمان مرة بنربط إيدينا وبننزل. كمان مرة نربط الحركة بالنفس، ما ننسى، نعمل إطالة، نثني الركب، نفرد الإيدين، نعمل تقوس بسيط وبننزل. هلأ الناس اللي عندهم مشاكل بالديسك بينصح إنه يعملوا تقوس، بس ما بننصح إنه يثنوا لقدام. فإذا ما بيقدروا يعملوا هذا التمرين بيجيبوا إيديهم بيحطوها على المقعد وبيقدروا يدفشوا ويشدوا البطن طبعاً، وبيضلوا يحسبوا 10 مرات وبعدين شوي شوي بيطلعوا. هذا للي عندهم ديسك. بس إحنا كخيار ثاني للتمرين رح نعملها مرة ثانية. ناخد شهيق، نرفع لفوق، إطالة، نثني الركب، نثني الإيدين، نعمل تقوس. كمان مرة نربط إيدينا مع بعض وبننزل. طبعا إحنا كنا بنعاني مشاكل ستريس بالرقبة من الشغل بالبيت أو بالمكتب ومن كتر قعدة الكمبيوتر والموبايلات، فهي تمارين تساعدنا إنه نفتح هذا التشنج. التمرين اللي بعده ناخد شهيق، احنا حضرنا الظهر للتقوس، بالزفير رح نفرد ايدينا هيك ورح نيجي نحط الكف الايدين للمراية. انا سوري لفيت عليكم عشان تشوفوا. هلا اذا احنا ما بنقدر نعمل هذه الحركة رح نيجي نمسك الكوعنا في ايدينا كخيار اسهل، او اشي اسهل قبضة الايد بنحطها جنب بعض فبيصير بهذا الشكل. طبعا رح نحط معها تقوس. نعمل التمرين، ناخد شهيق، نرفع ايدينا لفوق، بزفير، منجيب ايدينا بنحطها لورا ظهرنا زي ما عملنا هيها هيك، وبعدين نعمل اطاله شوي صغيره وبنرفع كمان مره. بنعيد التمرين مرتين كمان، المره الثالثه بدنا نضل فيه شوي عشان نشعر فيه. ظهرنا بيكون جاهز، جهزنا الظهر وكل شيء تمام. نرفع بزفير كمان مره،
عم نرجع احنا لنفس الموقع اللي بدينا منه. ليه؟ لانه المفاصل زي مقبض الباب بتلف، اذا لفيناها بهذا الاتجاه عشان نرجع لازم نرجعها، ما بيصير المفصل جدة الباب ما بنتركها احنا بنفس بتضل وبتكمل، فلازم نرجعها تنعمل التمرين اللي بعده. اخر مره هلا بدنا نضل فيه شوي، بدنا نحسب لاربعه مع بعض بس مع الاطاله للظهر. شوي شوي نطلع نشد بطننا ما ننسى، وبنرفع بناخد شهيق وبننزل بزفير. هلأ التمرين اللي بعده بدنا نعمل زي تحماي للسايتس تاعتنا. اوكي، بناخد شهيق نحط ايدينا مع بعض، ننزل بزفير على جهة اليمين، ايدنا خلف ذاننا بدها تكون. اذا هذا الشيء صعب نقدر ننزل ايدنا هيك وبننزل قد ما نقدر، بس احنا بدنا نضل هيك. نرفع شهيق زفير، نطلع جهة تانية، نرفع كمان مرة ومننزل. كيف الأمور معك؟ كمان مرة شهيق بزفير، نفتح صدرنا خلي إيدنا ورداننا جهة اليمين، شهيق زفير للجهة التانية، بنعمل إطالة بننزل إيدينا كمان مرة. آخر مرة بدنا نضل فيه بالتمرين. جاهزين؟ شهيق زفير نعمل منضل، نرفع شوي شوي الجهة التانية. اللي عنده مشاكل بالرقبة يقدر يطلع على الأرض. شوي شوي نرفع للنص ومنزل. هلأ إحنا عملنا كمان الإطالة بالظهر، بدنا نعمل روتيشن يعني نعمل التفاف، فرح يصير التمرين بس ناخد شهيق فرجي لهم إياه. نعمل روتيشن يعني منلف التفاف مع تقوس، نرجع مرة تانية كمان مرة نعمل تقوس. رح لازم نلف الركبة شوي عشان نحميها، ما بدنا نخلي ركبتنا ثابتة، لا إذا ثبتناها والحوض ثبتناه بيصير عندنا مشاكل، فخلينا نكون مع الجسم، خلي الجسم كله مع بعض يكون. نعملها كمان مرتين، مرة الثالثة كمان بدنا نضل فيه. تمارين سهلة زي ما عم بتشوفوا، كل حدا بيقدر يعملها من الصغير للكبير. كمان مرة بنرجع إطالة. هلأ بدنا نضل شوي أربع كاونتس أو أربع مرات، ناخد شهيق إطالة إطالة، بنعمل العمود الفقري بنلف بنعمل تقوس، نرجع شوي شوي منتصف ناخد شهيق زفير. عم نشوف احنا هيا بتعمل لنا الاشي اللي بنقدر نعمله بالمكتب كمان مرة او على الكنبة واحنا قاعدين بنحضر تلفزيون. اوكي، هلا التمرين رح نعمله نريح العمود الفقري شوي. انا رح اجي سايد، هيا خليكي انت على الكرسي بتقدري تفرجيهم بس افرجي لهم. هلا رح نثني الركب شوي، رجلينا قد الحوض، نحط ايدينا على فوق الركبة على الفخذات، بالشهيق بدنا نعمل تقوس وزفير، بنشد بطننا لجوا كمان مرة شهيق زفير شهيق زفير. آخر مرة شهيق زفير. شوي شوي نطلع نحضر حالنا للتمرين اللي بعده. التمرين اللي بعده رح نعمل إحنا forward fold half forward fold، رح نصير زي قائمة 90 درجة. هيا بدها أجيب الكرسي نحطه هون هيك. هلأ إذا أنتوا ما في عندكم كرسي بتقدروا على الطاولة فرجيهم هيا كيف. سوري كمان نرجع لورا، لا نزل رجليكي او مدي ايديكي هيك مزبوط. بدنا نحاول ننزل الصدر نضغطه، نحط الشولدر بليتس او الكتاف قريبين لبعض. ثانك يو. شوي شوي نطلع لفوق. هذا التمرين. هلا احنا كيف رح نعمله؟ ناخذ شهيق، انا رح الف اطاله بزفير، ننزل شوي شوي نشد المعده، نخلي ايدينا مع داننا، ايدينا دائما مع داننا، نرفع شوي شوي كمان مره ومننزل كمان مرة. نعمله ناخد شهيق، نشبك ايدينا في بعض، بنشد إطالة بزفير، بننزل شوي شوي نطلع ظهر مستقيم. هلأ اللي عندهم ديسك ما بيقدروا ينزلوا كل الطريق، بس هون إذا استخدموا طاولة أو أي إشي بيقدروا بيساعدهم إنه ما يشدوا على ظهرهم، نفس الوقت بيقووا العضلات. آخر مرة بس بدنا نضل فيه شوي، شهيق زفير
بدنا نضغط للركبة نرجعها لورا، نحاول نحط الفخذات نعملها engagement، بنشدها نرفع الحوض لفوق، نرتع شوي شوي. ممتاز، بنريح ايدينا. اوكي، هلا التمرين اللي بعده هو مبني من هذا التمرين. رح نعمل الوضعية المقاتل رقم 3. رح يكون الوزن على رجل الشمال، اوكي، واحنا رح نرفع رجل اليمين. اهم عفوا الوزن على رجل اليمين، رح نرفع رجل الشمال. اهم شيء الحوض يكون مربع، ما نرفع كل الطريق اذا احنا ما بنقدر. اهم نقطه هي انه هذا، وفي توازن. التوازن ليه الصبح احنا بنعمله؟ عشان نفيق الاعصاب، بنخليها تتهيأ انه نركز النهار وبيكون احسن. واليوغا هي الرياضه الوحيده اللي بتعمل تمارين للاعصاب، مش بس للعضلات ولا للعظام. نبدا اول شيء، بدنا نركز على نقطه نقدر نمسك اذا بدنا، زي ما هي عملت رح تعمل لنا تفرجينا. ناخذ شهيق بزفير، شوي شوي بنحط وزننا على رجل اليمين اللي على الارض الثابته، وبنرفع رجلنا. نقدر نحط ايدينا على جنب. ممتاز. هلا بدنا نحاول نحط ايدنا على الارض. نقدر نجيب بلوك زي هيك او كتاب او مخده نسند عليها، ونحاول نفتح الحوض للجنب، وبنرفع ايدنا. بدها توازن، بدها تركيز. اوكي، هلا شوي شوي بننزل، بنحط ايدينا على الارض، بنحاول نقرب راسنا ونرفع رجلنا قد ما نقدر لفوق. نرجع كمان مره للوضعيه السابقه، وارير 3. هلا بنجيب رجلنا نحطها هون، عملنا اصبعنا الصغير برجلنا اليمين زي كروس، بيكون جنب اصبع الشمال. هلا بناخذ تنفس، شهيق، زفير. هون عم نشد احنا الفخذات من برا النية. اوكي، هلا شوي شوي نجيب البلوك مرة تانية جنب ايدنا، نحطه عشان نركي. بنحاول نرفع رجلنا لفوق، بنجيبها قريبة، نطلع الدانسرز بوز. شوي شوي نرفع حالنا، نجيب رجلنا جنب بعض وبنزل. اوكي، نعمل الجهة الثانية، نخلي البلوك جنبنا. بنركز نحط وزننا على جهة الشمال 20% 80%، بس نحس حالنا جاهزين. نرفع، شهيق، بزفير، شوية توازن. عادي إذا تحركنا نعتبر حالنا طيارة، الرجل هي الذيل، الجناحات هي الإيدين، الطيارة بتتحرك بس القبطان بيسوقها وهو مرتاح. هلا نقدر نمسك على الأرض، نفتح أو نمسك بلوك زي ما إحنا بدنا. نرجع كمان مرة بننزل، بنحاول نمسك رجلينا، نرفع. هلا شوي شوي بننزل رجلنا، اصبع اليمين جنب اصبع الشمال. اطالة نفس، اكسهيل تحت. نطلع شوي شوي فقرة فقرة، نص الطريق. إذا بدكم تمسكوا عشان التوازن بدكم على الأرض، نرفع. فضل إنه تمسكوا، بنجيب الرجل نحاول نمسكها. بعد ما نتوازن نطلع في جهة بيكون أحسن من جهة، شيء طبيعي جدا. شوي شوي بننزل الرجلين، هلا بنحركهم، بنحط مسافة. هلا اللي عاملين تغيير للحوض بيعملوا لهم تمارين، اوكي، هاي التمارين عشان تقوي العضلة الموجودة هون. التمرين رح نبلش نحط زي كأنه نقاط، اصبعنا بنجيبه لقدام وبناخذها لورا، خط مستقيم. توازن، بدنا نقدر نمسك. هلا بنجيب رجلنا بنفتحها على جنب وبنرجع.
تمرين بسيط وسهل الكل بيقدر يعمله. هلا بنحاول نعمل 4 دوائر. كيف احنا حطينا هون نقطة وهون نقطة وهون نقطة، بنرجع نعملها مع عقارب الساعة، نمشي عليهم آخر مرة. هلا عكس عقارب الساعة نمشي. ممتاز. كمان مرة نرجع للرجل الثانية، الرجل الشمال. يلا قدام ورا قدام ورا. بدنا نشد البطن عشان نتوازن أكثر. أوكي آخر مرة. هلا نفتح على جنب ونرجع. أوكي هلا بدنا نعمل دوائر، 4 دوائر. ضايلنا دائرة. شوي شوي بنغير الاتجاه. وآخر تمرين بدنا نعمله هو للحوض، بدنا ننزل سكوات. اللي عندهم ديسك نقدر نجيب لهم بلوك، بس تقعدوا هاف واي هون تقعدي عليه. آخر تمرين نعمله ناخذ انهيل شهيق بزفير، بننزل هيك بنكون شغلنا مفصل الركبة تاعتنا. مرة واحدة نعملها كمان مرة، نطلع شوي شوي كمان مرة. مزبوط. وهيك بنكون خلصنا التمارين، إن شاء الله تكون عجبتكم. وثانك يو كتير إنكم شاركتونا، واستنونا الحلقة القادمة إن شاء الله بتمارين جديدة. مع السلامة.